بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل الدائرة ديت على التست بورد زي ما شرحنا هناك كده جوه في المحاضرة. التست بورد هناخد تطبيق على الثلاث خمسات. دي دائرة الثلاث خمسات فلاكشن. الليد بيعمل ايه؟ فلاكشن. ده الاي سي اللي هو الثلاث خمسات اهو. لو جينا بصينا هتلاقي مقطوش كده من فوق او من النص. في اي سب مقطوش من ناحيه الشمال. او اهم شيء تعد عكس عقارب الساعه. يعني القطش هنا هو يبقى انت هتعد عكس عقارب الساعه. يبقى الرجل دي رقم واحد. رقم واحد، رقم اتنين، تلاته، اربعه، بعد كده خمسه، سته، سبعه، ثمانيه. اوصلها ازاي؟ هوصلها في جزء الفراغ ما بين الايه الاتنين وبالراحه كده. طيب اول حاجه، تاني حاجه اعملها ايه؟ اوصل الاطراف المشتركه. انا عندي هنا اطراف مشتركه ايه؟ اربعه متوصل بايه؟ بثمانيه. يبقى اجيب كابل اوصل الطرف اربعه بالطرف ايه؟ ثمانيه. ادي الطرف ده، الطرف كام؟ اربعه اهو. باين يا عبده؟ تمام. الطرف رقم كام؟ ثمانيه. صعبه ديت؟ لا. والطرف رقم سبعة متوصل بالطرف رقم كام؟ ستة. ستة. فين سبعة؟ عايزين بس نصغر حد يعمل لنا ديت. طب تمام زي الفل. الطرف سبعة مع الطرف ايه؟ ستة. فين سبعة؟ فين سبعة؟ اهو لتحت اهو. مع الطرف رقم كام؟ ستة. رقم ستة. خلي بالك اكبر. طيب والطرف رقم اتنين مع الطرف رقم كام؟ ستة. ادي الطرف رقم اتنين اهو مع الطرف رقم كام؟ ستة. بتاع انقطع السلوك دي دايبه ولا ايه؟ مش كده. ده الطرف رقم كام مع كام؟ اللي هو اول واحد بقى، اللي هو الطرف اربعة مع تمانية. مع تمانية. مع ايه؟ تمانية. كده انا وصلت الاطراف ايه مع بعض. طيب عندي بعد كده ايه؟ عندي مقاومة قيمتها واحد كيلو متوصلة ما بين الطرف كام؟ ما بين الطرف سبعة والطرف ايه؟ تمانية. فين المقاومة واحد كيلو؟ دي المقاومة واحد ايه كيلو ما بين الطرف كام وكام؟ سبعة وثمانية. سبعة وثمانية. طبعا انا مش عارف وسط السلوك دي هتجيبها كده، فهضطر اعمل ايه؟ لا ممكن نجيبها. ادي الطرف سبعة اهوت، ادي الطرف تمانية اهوت فوق، والطرف ايه؟ هذه سبعة وإيه وثمانية. شوية بدخل على الإنجليزية. سبعة وثمانية. طيب. وال 470 دي بين إيه؟ سبعة وإيه؟ ستة. سبعة وستة. بين سبعة وستة. هضطر أرحل دي بس شوية كده. عشان إيه ما أرحل دي شوية هنا كده. أنتوا معايا؟ أيوه. طيب المكثف فين؟ فين المكثف هنا دلوقتي؟ المكثف ما بين الرجل رقم اتنين والرجل رقم ايه؟ واحد. طيب السالب بتاعه فين؟ خلي بالك بقى في سالب تحت، فانا هحرر السالب. هحرره بره الدايره وبعد كده اخد كابل اوصل عليه الايه؟ السالب. الموجب، المهم ان الموجب مع كام؟ مع اتنين. الموجب مع اتنين اهو. يبقى ادي الموجب اهو مع اتنين، وهخلي السالب تحت بره خالص، بره الدايره اهو. وصله في اي حته هنا. هرمي السوالب ايه تحت؟ خلي بالك بقى، ده احنا مصرين غلط. ده الموجب. الموجب الطويل. وده الايه؟ السالب.
تمام. طيب فاضل بقى المقاومه ديت اللي هي الاخر ديت مع الرجل ايه رقم 3 والرجل رقم 1. فين المقاومه ديت؟ فين الرجل رقم 3؟ اهي ما بين 3 وايه 1. الرجل اللي بعد الرجل المتعصب 3 و1. فضل لنا الليد بقى. الليد برضو من 3 و1. فضل لنا الليد تاني اصلا. ماشي. الموجب انه الموجب اللي هو بقى التخين من جوه كده، السالب التخين من جوه، الموجب الايه الرفيع على نفس الايه الرجل بتاعت المقاومه، على نفس الرجل بتاعت الايه المقاومه. خلي بالك ان المقاومه ديت ما بين الطرف 3 والطرف ايه 1. ادي الرجل اهي على الطرف 1 ورجل تاني على الطرف ايه 3. وادي السالب تحت. كده انا وصلت ما بين ايه بقى السالب. السالب اهوت بقى مع مين؟ السالب متوصل مع مين؟ مع المكسر. مع ديت مع السالب، مع سالب الايه الليد. خلاص. ودي متوصله مع ايه؟ مع 3. يبقى انا اوريدي موصل دي مع ايه؟ مع 3 مع المقاومه مع ايه الرجل ايه 3. طيب مال عيدها ازاي؟ الليد رجل مع طرف المقاومه والرجل التاني مع ايه؟ مع السالب. السالب مع ايه؟ مع تبسط. مع 1. تمام. طيب كل اللي عايز اعمله بقى ايه؟ هوصل 1 بالايه بالسالب. نجيب بقى البطاريه كده يا استاذ محمد. البطاريه اهي تمام. هو دي الجهاز اللي قافل معانا اهو. مفيش بتاع، مفيش. هجيب لك اتفضل هندسه. مفيش حد، مفيش عمل. 8 اهو. خد هندسه. نمشي رجل 8 دي فوق والرجل 8. والله عايزين نتاخر بس رجل المقاومه ديت نتاخر. ماشي يا حماده. ماشي يا حبيبي. ان شاء الله نص. حد يجيب لنا يا جماعه سلك رفاع يا جماعه. لا عاوزين مكثف اصغر من كده عشان تدي تدي فلاش. ده ده دي كده هتدي هتدي فلاشر. بص هتدي فلاشر بس المكثف بيشحن من فتره طويله يعني يعني بيغيب على ما بيفرق. طيب ماشي عشان يبان بس ان هو عايز اظهر. طب خلاص ماشي ماشي. ايه يا جماعه عشان المكثف